انطلاقة الشوط الثالث في المجموعة، الشوط الثاني لفئة البكار من مسافة 2 كيلومتر في سباق الأصائل الأسبوعي لفئة المفارد من مسافة 2 كيلومتر. في أول المراكز في هذه اللحظات في أول المراكز حفل كريمة في هذه اللحظات، هذه عجيبة للسيد محمد بن راشد. في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه ضبية للسيد هادي بن راشد بن ديلا في ثالث المراكز، ولكن تسللت ولاء لسيد جابر بن محمد بن جوير مع ولاء في ثاني المراكز في هذه اللحظات. أرى في ثالث المراكز هذه اللي واصلة، هذه الجساسية لسيد زيد بن محمد بن ديلا مع الجساسية في رابع المراكز. خامس المراكز وصلت في هذه اللحظات، هذه المسكة بتعود ملكية المسك لسيد مشعل بن حمد المري مع المسكة في هذه اللحظات في رابع المراكز، ولكن أول المراكز ما زالت هذه عجيبة لسيد محمد بن راشد ابن بعيران في اول المراكز. محمد بن راشد ابن بعيران مع عجيبه في اول المراكز، ثاني المراكز هذه ولاء للسيد محمد للسيد جابر بن محمد بن جوير، ولكن المسك في هذه اللحظات في ثاني المراكز انسلت مباشره الى ثاني المراكز للسيد مشعل بن حمد المري في هذه اللحظه في ثاني المراكز. رابع المراكز واصله ضبيه للسيد هادي بن راشد، هادي بن راشد الهاجري مع ضبية في رابع المراكز. خامس المراكز واصلي الحفر الكريم الجساسية لسيد زيد بن محمد المري مع الجساسية في خامس المراكز، ولكن عجيب حتى هذه اللحظات لسيد راشد بن محمد بن بعيران مع عجيبة في أول المراكز. عجيبة عجيبة، ولكن أرى اللي واصلة اسطنبول لسيد راشد بن علي بن ديلة مع اسطنبول في هذه اللحظات في ثاني المراكز. رفعت راية التهديد يا بن بعيران، ولكن راحت عجيبة، هذه عجيبة في أول المراكز، بتعود ملكية عجيبة لسيد راشد محمد بن راشد بن بعيران مع عجيبة في أول المراكز. ثاني المراكز اسطنبول لسيد راشد بن علي بن ديلة، ولكن عجيبة انتزعت المركز الأول عجيبة، وسيطر السيطرة تامة عجيبة. نقول تهانينا والناموس لسيد راشد بن محمد لسيد محمد بن راشد بن بعيران على فوز عجيبة بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت اسطنبول، يتعود ملكية اسطنبول للسيد راشد بن علي بن ديلا، وثالث المراكز وصلت شعلة للسيد محمد، هذه شعلة للسيد محمد بن سعيد الحول. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق بالتمام والكمال 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للإخوة الفائزين.